الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن من توفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح الأربعين النووية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 19 من شوال لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الخامس لعام 23 و2000، وما زلنا في الحديث 28 وفوائد الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الفائدة 19 أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى، بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. صحيح، جميع البدع، لأنها من ألفاظ العموم اللي هي كل، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ويقول: ولو استحسنها من يستحسنها. ولنعلم بأن استحسان البدع من الشيطان، بدليل القرآن، قال جل وعلا: وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالشيطان يزين الأعمال، وأكثر ما يحرص الشيطان على التزيين، ما تزيين الشرك، لأنه محبط العمل موجب الخلود في النار. فهذه الدرجة الأولى عند الشيطان، يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. ما الذي يخلدهم في السعير؟ الشرك. الأمر الثاني البدع، لأنها شر الأمور، والبدعة قرينة الشرك. الأمر الثالث تصور المعاصي والكبائر، فالبدع شر من المعاصي والكبائر، والشر الذنوبي على الإطلاق، وأكبرها شرك بالله عز وجل، الظلم العظيم. فالشيطان يزين هذا وهذا وهذا، فإذا استحسنوا البدعة فهذا ليس دليل على أحقيتها، ولا ليس دليل أنها قربة إلى الله، وإنما هذا دليل على أن الشيطان قد زينها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. نعم. قال: وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى 5 أقسام أو إلى 3 أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفصح الخلق نطقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أصدق الخلق خبرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في حق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي من بعده ويقول: ما هي الأوصاف 4 اللي اجتمعت في النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنصح الخلق، وأفصحهم، صح، وأصدقهم، وأعلمهم. أول شيء أعلمهم، ثانيا أنصحهم، ثالثا أفصحهم، رابعا أصدقهم. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك قد جمع الله فيه العلم والنصيحة والصدق والفصاحة، فما الذي يجعلك تتردد من قبول خبره أو أمره أو حكمه؟ أعلم الناس بالله عز وجل، حتى في الحديث الصحيح قال: أنا أعلمكم بالله. وأصدقهم، حتى ربنا جل وعلا زكاه، قال: وما ينطق عن الهوى، قال: ما كذب الفؤاد وما رأى. وهو عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، هو فصيح، أفصح من تكلم بلغة الضاد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد آتاه الله جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. فكان لزاما على المسلم أن يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، لأن الله جمع فيه ماذا؟ العلم والصدق والفصاحة والنصيحة الأمانة. نعم. قال: ثم يأتي من بعده ويقول: البدعة ليست ضلالة، بل هي أقسام حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة وواجبة. سبحان الله العظيم،
يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة، أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلالة إلى أقسام حسن وقبيح. نعم. إذا نقول من لكن قد يكون في إشكال، يقول لولا إحسان ظن بهؤلاء العلماء، يعني هم علماء الذين قالوا إيش بدعة حسنة واجبة ومستحبة ومكروهة، علماء يعني باعتبار الناس عند الناس أنهم علماء، وقد يكون عندهم حسن نية فظنوا أن هذا التقسيم صحيح، فإن كان منهم من هو فعلا من أهل العلم فقد تأول وأخطأ ولا يتابع على ذلك، أو أنهم علماء باعتبار ما يعتبرونه الناس عند الناس أنهم علماء، لكن الحق بأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. نعم. إذا نقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعا. كلام جميل، شوف سطر نص، إما لا تكون أصلا هي بدعة وإن سماها الناس بدعة، كما قال عمر رضي الله عنه عن صلاة الجماعة، صلاة التراويح جماعة، قال نعمة البدعة هذه، ما أراد البدعة الشرعية، بدليل أن هذا العمل مسبوق إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكيف يكون بدعة أصلا، وإنما أراد استحسانه حيث جدده بعد أن غفل الناس عنه وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هذا في الناحية اللغوية يسمى بدعة، لكن الناحية الشرعية اللي هو الإحداث في الدين عبادة لم يأذن بها الله ورسوله ما ينطبق هذا على قول عمر نعمة البدعة هذه. فمن قال أن بدعة حسنة واستدل بكلام عمر نقول هو ظن أنها بدعة، فما قيل عنه حسن من البدع فهو إما أن لا يكون أصلا بدعة، الأمر الثاني أن لا يكون حسنا، يعني هو بدعة لكن ليس بحسنة، بل كل بدعة ضلالة، ولو استحسنها الناس ولو زينها الشيطان ولو وجد فيها الإنسان خشوع عند القيام بها كل ذلك من البدع. نعم. مثال ذلك قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم، وهكذا. ماذا يقال عن هذه؟ أصلا هذه ليست بدع. نعم. فنقول هذه ليست بدعة. نعم. وهي حسنة لا شك لكن ليست بدعة، وهذه وسيلة إلى أمر مقصود شرعا، نحن لم نبتدي عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا، لكن أمرنا بشيء. نعم. ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملناه، وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد، لأن جميع الأمثلة التي قالوا إنها حسنة تنطبق على هذا، أي أنها وسائل إلى أمر مشروع مقصود. إذن هم ماذا يفعلون هؤلاء الذين يقول بدعة حسنة؟ يستدلون بما ليس ببدعة ليبرروا لأنفسهم الابتداع في الدين. نعم. ومثال آخر قول جماعة إن الميكروفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به. نعم. هذا كان في زمن مضى بعض الخطباء يعني يحرم على نفسه وعلى آخرين استعمال مكبر الصوت، فقال من البدع، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ميكروفونات، واضح؟ وكان بعضهم يذكر مناقشة ما أدري هي حقيقة ولا لا، أن هذا الذي كان يحرم استعمال الميكروفون أو مكبر الصوت كان يلبس النظارة، فقال له لماذا تلبس نظارة؟ قال حتى تقرب لي الكتابة، قال وهذا الميكروفون حتى يبعد الصوت، فما هو وسيلة كما أنك تلبس نظارة حتى يقترب لك الكلام وتنظر إليه، كذلك هذا حتى يكبر الصوت ويسمع الآخرون. وكان المحدثون ماذا يفعلون؟ يضعون من يبلغ، كيف يبلغ؟ هو يحدث يقول حدثنا، واحد هناك يسمع يقول حدثنا، يسمع من خلفه، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفكرة واحدة، وهي إيش؟ بدل لا تضع واحد ينقل الكلام، وضع الميكروفون بتوفيق الله عز وجل وصنع هذه الآلة ليكبر الصوت، وهذا مر بمراحل كثيرة حتى بلغ هذا، ها كانوا يستعملوا عدة أشياء وما زالت تتطور هذه الميكروفونات وغيرها، فهي بدعة؟ هل هذه بدعة؟ ليست بدعة. نعم. فنقول هو وسيلة حسنة لأنه يوصل إلى المقصود،
وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر، وقال للعباس رضي الله عنه في غزوة حنين: نادي يا عباس، لأنه كان صيتا رضي الله عنه. إذن رفع الصوت مطلوب، وهذه وسيلة من وسائله. ولهذا لما ركب الميكروفون مكبر الصوت في المسجد الجامع الكبير بعنيزة، أول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، خطب في ذلك خطبة وأثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين رحمه الله، وقال: هذا من النعمة. وصدق، وهو من النعمة لأنه وسيلة إلى أمر مقصود. الله أكبر. شوف الآن الحرم يقال أن مرات يتجاوز 1,000,000 المصلون أو أكثر مع التوسعة، تصوروا بدون ميكروفونات ما قامت هذه الصلاة. نعم. كذلك أيضا الاتصالات، الآن نتصل عن طريق الهاتف إلى أقصى العالم، فهل نقول استعمال هذا الهاتف بدعة لا تجوز؟ الجواب: لا نقول هذا، لأنه وسيلة وقد يكون إلى خير أو إلى شر. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. يوجد أناس أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة، وقالوا إن قلوبنا لا ترتاح إلى هذا الشيء. ترتاح ليس لا ترتاح. إن قلوبنا لا ترتاح. عندك لا ترتاح؟ عندك النسخة لا ترتاح؟ لا ترتاح؟ لا ترتاح. صنوحي. ها أنت من كيزك لا. إيه. طيب. وقالوا إن قلوبنا ترتاح إلى هذا الشيء، فهل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ الجواب: لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتاحت قلوبهم، لأن هذه الراحة قد تكون من الشيطان، ذكرنا مرارا، صح؟ هذا ما قرره أهل العلم، قال: يوجد رقة وخشوعا عند البدعة حتى يتمسك الناس بها، يزينها. نعم. الجواب: لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد الله عز وجل على هذا الوجه، وعلى هذا فقس. إذن الواجب علينا أن نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا حسن في البدع، تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول: ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا، وإما أن لا يكون بدعة. أما أن يكون بدعة وحسنا فهذا لا يمكن، ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة، ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق، بأن نقول كل بدعة ضلالة. حتى في بدع اعتقادية، في العقيدة أيضا يبتدعون، تجدهم يقولون أقوالا مبتدعة كقول من القرآن مخلوق، هذه بدعة سيئة فيها نفي صفة الكلام لله عز وجل، فهذا أيضا من البدع. نعم. فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، وخرج ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة؟ أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة اللغوية لا الشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد، أعني التراويح، فقد صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان، ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت، وأصبح الناس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاعا. فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة الأولى، وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فيكون قوله نعمة البدعة يعني البدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها هجرت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها. هذا كلام سليم.
كلام مفيد نافع. البدع ليست أيضا على درجة واحدة، في بدعة تستوجب صاحب الكفر، وفي بدعة تستوجب صاحب الضلال والفسق، وفي أشياء خطأ دون ذلك تكون يعني بدعة، وإن كانت بدعة لكن ما تصل إلى درجة الفسق أو الضلال. نعم. ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. وأضرب مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين، وهما النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى. فالنووي لا نشك أنه أن الرجل ناصح، وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول. ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات، حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة، لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجران. فله أجر. نعم. فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. ولا يكفر. نعم. سيذكر مثال ذاك الشيخ. نعم. أرأيت الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منها، واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا كان يجب أن يقول؟ شكرا لله، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هو من شدة الفرح ردت حياته بعد أن كاد أن يموت، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم. وهذه الكلمة كلمة كفر، لكن هو لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ولم يقل كفر من شدة فرح، قال أخطأ. نعم. أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولا أو فعلا فهل يكفر؟ الجواب لا، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. لو كان تحت الاضطهاد والتعذيب، أو أتي بأهله حد أن يعتدى عليهم أمام عينيه، أو يقول كلمة الكفر يقولها وقلبه مطمئن بالإيمان ولا شيء عليه، هذا مما عفيت عنه هذه الأمة، أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان تحت الإكراه والتعذيب والتهديد. نعم. أرأيتم الرجل الذي كان وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم أي البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يعني هذا شكله ماذا؟ شك بقدرة الله أن يعيده خلقا جديدا. لكن الصحيح هو ما شك، هو غلبه الخوف حتى ذهل، فجاءت مع هذه الفكرة أن يأمر أولاده أن يحرقوه حتى يكون رمادا فيذروه في البحر. انتبهتم؟ نعم. ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا شك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر. ولكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا صنعت هذا؟ قال: مخافتك، وفي رواية أخرى: من خشيتك، فغفر الله له. لو كان هذا كفر مخرج من الله ما يغفر الله له، لأن الكفر والشرك الأكبر، كفر الأكبر والشرك الأكبر لا يغفر، يستوجب صاحب إيش؟ دخول النار، لا يعفو الله عن كافر أبدا. نعم. أما الحافظ الثاني فهو ابن حجر رحمه الله، وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف، وأحيانا يمشي على طريقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف. نعم. مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، لكننا لا نقبل خطأهما، خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. نعم. أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عنيفا، وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم. أعوذ بالله، كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. والبدعة المكفرة، هؤلاء يعني صحيح نبتوا قبل سنوات أكثر من 20 سنة، لكن أيضا يضعفون ويعودون مرة أخرى. واليوم مع الإنترنت والمواقع تجد من يقرر هذا،
يصر على تبديع ابن حجر والنووي وينهى عن الترحم عليهما والاستغفار لهما، بل منهم من يقول كفار وزنادقة عن ابن حجر والنووي. وهؤلاء خرجوا عن سائر سيرة العلماء منذ عهد أولئك الأئمة والعلماء إلى يومنا هذا، ما قالوا هذا الشيء، بل يستفيدون من علومهم ويترحمون عليهم. حتى بلغني أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان في زيارة أظن لحائل أو حائل، ورد عليه هذا السؤال في ذاك الوقت: ما رأيك من يقول لا نترحم على النووي بن حجر؟ فقال الشيخ: أني داعي لهما فأمن، واللهم ارحم ابن حجر والنووي. قالوا آمين المسجد كله. قال السؤال اللي بعده، يعني تطبيقا عمليا ترحم عليهما. لكن في واحد في له مقاطع كثيرة يتكلم علي، يتهمني أن أنا كفرت الدكتور الهندي اللي اسمه ذاكر، لأن أنا تكلمت على موضوع له مقطع، هو له مقطعان، أحد المقطعين يقول بأن يعني قدرة الله محدودة، يعني الله ما يقدر على كل شيء، في مقطع آخر قال الله على كل شيء قدير، يبدو وهذا كان شكله أصغر من هذا، يبدو أنه بعد ذاك صحح، لكنه يتابع شيخه أستاذه اللي هو قبله أحمد ديدات، ذاك بكل صراحة يقول قدرة الله محدودة، الله لا يقدر على كل شيء بكل صراحة. يعني المهم لما انتقدت أنا الدكتور ذاكر على هذا، هو هذا اتهمني بأني ماذا أكفره، وقال هكذا بالصريح، قال سالم طويل تكفيري كفر الدكتور ذاكر، مع أنه يدافع عن الذين يكفرون ابن حجر والنووي، يدافع عنهم ويمكنه في نفسه يكفرهم أيضا، لكن يدافع عنهم يقول هؤلاء يعني يجتهدوا كذا وهذا وجهة نظرهم وهذا ولا أوله في الصفات ونفع علو الله عز وجل اللي هو ابن حجر النووي. فلماذا لم تقل عن هذين عن هذا اللي صاحبك الذي إيش يكفر ابن حجر النووي صراحة وقال عنه زنادقة والكفار، ما قلت عنه تكفيري؟ وأنا رددت على ذاكر ولم أكفره، يقول له شفت ترى تكفيري سألهم. سبحان الله العظيم، هوى، والهوى ماله دواء، الهوى ماله دواء، وإلا كيف هذا يصرح بتكفير ابن حجر ونووي يخالف أمم من العلماء من ذاك العصر إلى يومنا إلى المعاصرين العلماء المعاصرين أهل السنة ما كفر ابن حجر ولا النووي، ثم يأتي من يكفر ويدافع عنهما، في شخصين منشورين بالتكفير هذين العالمين ويدافع عنهما ويقول يعني لهم وجهة نظر وكذا، ويمكن هو معهم بس ما يريد أن يصرح. ثم لأني رددت على الدكتور ذاكر يقول عني تكفيري، الله مستعان، الحمد لله ذي عفانا. نعم. والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان الإنسان يكفر ولم تقم عليه الحجة لكان يعذب، وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فعلينا أن نتئد وألا نتسرع وألا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنين وألا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه مبتدع. وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ من هؤلاء؟ من هذا الرجلان؟ ابن حجر والنووي. نعم. الجواب لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عما علم من مذهبه، لأن أكثر الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، ولكن لهم خلافات كثيرة. فإذا قال قائل: طيب، وما أحسن ما كتب أخونا سفر الحوالي؟ سفر الحوالي كتب كتاب يعني وتطرق لبعض المسائل وامتدح العلماء في بداية ظهوره، لكن الرجل بعد ذلك انحرف في مسائل المنهج على المذهب السروري، بل هو رأس من رؤوس السرورية. نعم. هذا الكلام قديم، الشيخ ثمين صار لك 22 سنة قد توفاه الله، لكن سفر الحوالي ثبت بعد ذاك مع السرورية
الصريحة يعني. نعم. فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول إنه أشعري. أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟ الجواب لا نقول إنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة ولا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط، بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله، وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يعني الشيخ الآن يتطرق لمسألة مشهورة جدا، وهي هل يعذر المرء بالجهل أو لا يعذر؟ هذه مسألة تطرح وبعض الناس يبالغ فيها، وبعض الناس يجعلها مسألة فصل، واللي ما يكفر أو من الذي لا يعذر بالجهل أو الذي يعذر بالجهل يعتبره ضال ويهاجمه وإلى آخره، يعني يقرر مسألة عدم العذر بالجهل، ويتكلم عن بعض الأشخاص لا سيما الشيخ الألباني، حتى بعضهم قال الألباني مات ولم يفهم الإسلام، الإسلام صعب لهالدرجة ما فهمه يقول. لكن الشيخ الثمير رحمه الله هو يقرر هذه المسألة بكل صراحة أنه يعذر بالجهل، ومع ذلك ما يتجرؤ على الشيخ الثمين، عارفين لو تكلوا على الشيخ الثمين أو على الشيخ بن باز هذا إيش اللي يتجرؤ عليهما؟ هو الذي يسقط. ها انتبهتم؟ لذلك الآن مثلا كثير ما يتكلم، من يتكلم على الشيخ محمد أمان الجامي، محمد شامع الجامي أفريقي ذهب اليمن ثم ذهب للسعودية ماشيا حج ثم تتلمذ على العلماء وتسعود كما يقال، فيقول الجامي الجامي، مع أنه لم يخرج عن الشيخ بن باز وعن الشيخ محمد إبراهيم، لكن لو قالوا البازي بن باز هم يسقطون، فيذهبون إلى أضعف كما يقال الحلقات ومنها يدخلون. وهكذا تجدهم أحيانا مثل الصوفية يهاجمون الوهابية، ما الوهاب ما قال شيء، قال اعبدوا الله تشركوا به شيئا، فما يريد انتقاد القرآن، لأن لو انتقد القرآن يسقط صاحب، كيف هذا مش عاد بالقرآن، فيقول الوهابية. ثم يأتون إلى من يقول مثلا السمع والطاعة، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ها أنتم من جماعة اسمع واطع، ما قال اسمع واطع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش ما تنتقد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن عارف لو انتقد النبي عليه الصلاة والسلام لن يقول. فيأتي إلى من يقول بقول النبي عليه الصلاة والسلام وينسب له أنه هو صاحب القول. وهكذا يأتون إلى من يثبت الصفات ويؤمن بها ويسمون المجسم أو الحشوي، مع أنه لم يقل إلا ما قال الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في سنته. فهذه كل أساليب ماكرة للطعن بالكتاب والسنة، أما يقول وهابية ويريد يطعم التوحيد، أو يقول جماعة اسمع واطع يريد يطعم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مجسم يريد أن يطعم بالكتاب والسنة ونحو ذلك. تبهتم؟ فمسألة العذر بالجهل هذه مسألة من المسائل يقررها الشيخ الثمين وبقوة، وكتب فيها وسجل بالصوت، فلا ينتقد ولا يقال عنه مرجع ولا ولا، بينما لو قال غيره هاجموه ورموه بالبدعة وبالإرجاء، وهذا من المكر. لذلك بعض الناس يعني تجده منفعل في هذه المسألة، التكفير لا يعذر بالجهل، حتى يبلغ فيه الأمر أن كل من لا يعرفه يتوقف في إسلامه، ما يأكل ذبيحته، يقول يمكن عنده شركيات، ها يمكن ف يعني يمسح كل أهل مصر وأهل بنغلاديش وأهل الهند، كل المسلمين هذول كلهم كل متوقف فيهم، يعني عندهم تصوف عندهم قبور يتوقف فيهم، لأن عنده إيش؟ لا يعذر بالجهل. فهداني الله عز وجل، قلت لواحد يعني ممن يتكلم عن عدم العذر بالجهل، فقلت العامة سابقا الآن صار في وعي الحمد لله، كان أحدهم إذا سقط سنه ها تقول لهم اذهب إلى الشمس، توجه لها قل يا شمس أعطيت ضرس حمار وعطيني ضرس غزال، صح؟ هذا الشرك بالربوبية، أي الشمس تعطي أسنان ما تعطي ولا شعرة، صح ولا؟ ما الذي يعطي؟ الله عزيز. ليش حمار أنت يعني؟ ما نعرف، المهم هكذا العام يقول، يقول يا شمس أعطيك ضرس حمار وأعطيني ضرس غزال، ويروح الطفل يتوجه للشمس يا شمس. فقال هذا الأخ لكلمة، قال أي والله كنا نفعل هذا الشيء، فقلت له كنت مشركا؟ قال لا جهل، قلت ها إذا تعذر بالجهل، قال إحنا أطفال، قلت من قال لك روح أمك؟
كانت أمه كافرة، كانت مشركة في الربوبية. قال لا، ليش لا؟ مو أنت تقول لها ما تعذر بالجهل، يعني يلزم من كلامك إيش؟ ها الشرك، أن أمك كانت مشركة هي اللي علمتك. فيقال الجاهل يعلم، ليس عندنا شهوة في التكفير، جاهل يعلم. الحمد لله، عسى الله سبحانه وتعالى ينفعه بالعلم. فالرسل أرسلوا رحمة للعالمين حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن هم يستندون على إيش؟ كقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، قال عنه قالوا مشرك، تبهت؟ قبل أن يقيم على الحجة. فرق، هذا أصلا مشرك ما شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الموضوع ليس عن المشرك الذي لم يدخل الإسلام، الذي لم يدخل الإسلام ما في خلاف أنه مشرك أصلا ما دخل الإسلام، لكن مسلم يشهد لا إله الله محمد رسول الله، ربما يصلي ويحج ويعتمر ويصوم ويقرأ القرآن، إلا أنه عنده جهل في مسائل في التوحيد. فهذا ماذا الواجب علينا؟ أن نعلمه، لا أن نحرص على تكفيره. طيب أنت رأيت أنك لا تعذره بالجهل وهذا الراجع عندك، طيب مسألة خلافية، هذا رأيك. أما أن تقيم حربا على من لا يوافقك في رأيك وترمي بأنه مرجئ، مع أن هذا الشخص الذي يعذر بالجهل هو نفسه وحد الله عز وجل، ولا يعبد لا قبور ولا أولياء ولا مزارات ولا شيء من ذلك، لكن هو يقول بالرأي الذي يقول إيش؟ لا تكفر عوام المسلمين هؤلاء لما عندهم من الجهل. لو أنه قيمت على الحجة وفهمها وأصر على أن يتعلق بالقبر أو بالولي أو يذبح له أو ينذر له، هذا مشرك، لأنه تبينت له الحجة ومع ذلك أصر. ومع ذلك نقول بالعموم الذي يعبد الأولياء مشرك كافر، لكن الكلام عن ماذا الآن؟ عن الأعيان، فلان هذا كافر، شو المصلحة في ذلك؟ طيب أنت تريد أن تكفره وهذا رأيك؟ هذا رأيك، في رأي آخر ومعتبر ولها أدلة من الكتاب والسنة على أنه لابد أن تقيم الحجة ويفهمها منك، بعد ذلك تحكم عليه إن كان كافرا أو ليس بكافر. واضح؟ هذه مسألة دقيقة جدا. نعم. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين، فعليكم بنصحهم، وإذا وجد فيهم من لسانه منطلق في القول في العلماء فصحوه وحذروه وقولوا له اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا. ليس من العبادة أنك تتكلم في العلماء، يعني وإذا ما كفرت ابن حجر، وإذا ما كفرت النووي، هل سيحاسبك الله يوم القيامة؟ هل سيحاسب الله عبدا يوم القيامة لماذا لم تكفر فلانا؟ تصوروا، كان بعض المشايخ يقول لو لم تنطق في حياتك قط وتقول فرعون كافر، ما قلت في حياتك ما قلت فرعون كافر، ما حاسبك الله. لماذا؟ ليس في المسلمين من يجهل فرعون، ها يجهل حتى موسى عليه السلام، ما يدري في نبي اسمه موسى، في ولا ما في؟ في عوام مسلمين وناس حدثاء عهد بالإسلام ما يعرف فرعون ولا سمع فيه ولا يقرأ القرآن، وأعجمي هندي ولا صيني ولا بنغالي ولا ها، ما أعرف فرعون، ولم يقل في حياتي قط لأحد فرعون كافر، هل سيحاسب الله يوم القيامة؟ لن يسأل عن ذلك. فأنت لماذا تأتي وتلزم الناس ألا تعال كفر معي ابن حجر، ألا كفر معي النووي، وإذا ما كفرت يعتبرك فيك وفيك، لماذا؟ سبحان الله. نعم. وما الفائدة من أن تقول فلان فيه كذا وكذا، بل قل هذا القول فيه كذا وكذا بقطع النظر عن الأشخاص. نعم. وقد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس به، لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس، فذكر القائل جائز عند الضرورة، وإلا فالمهم إبطال القول الباطل، وهذا هو المقصود، والله الموفق. وهذا كلام الشيخ هنا، إن حج على من يقول لماذا ترد على بعض الناس بأسمائهم؟ هذا الشيخ معثمين مرد على الناس بأسمائهم، هذا الشيخ الآن إيش يقول؟ وإذا كان في حاجة للرد على أحد باسمه ها ترد. ولذلك كثير من الناس عاش دهرا وهو يضلل الناس، والناس لا تتكلم عليه باسمه، فين ما عنده من اخطاء، فين ما عنده من اخطاء، والناس ما فهموا انك تقصد هذا الشخص، وكل يوم ازداد اتباعه وكل يوم ازداد شره. كثير هذا حصل لما اتى من وفقه الله وقال هذا الشخص ترى هو الذي يقول كذا، وفعلا بعد ذلك ظهر امره. والا كثير من الناس له اتباع وكل يوم، ومن رحمة به أن تصرح باسمه حتى الناس يحذروا منه، فيقول اسمه صح ولا، إذا ما حذرت منه زاد أتباعه، زاد اسمه. فإذاك ماذا قيل عن أهل السنة؟ أنهم أعلم بالحق وأرحم بالخلق،
من الرحمة بالمردود عليه أن ترد عليه حتى لا يزداد اسمه ويزداد أتباعه، فتحذر منه ولعل الله يهديه. نعم. الآن ننتقل للحديث التاسع بعد العشرين. نعم. قال الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. الله أكبر. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الله، هذا حديث كثير الفوائد، حتى الشيخ في الشرح هنا ذكر 30 فائدة، وهو حديث عند الترمذي، حديث حسن صحيح. معاذ بن جبل الصحابي من علماء الصحابة، غير أن توفي في شبابه يمكن 33 سنة عمره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله رسولا عنه يبلغ دين الله عز وجل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من همته وهمة الصحابة في التعرف على الحق والاستفادة منه وما يهمهم من العمل، لأن كما قررنا مرارا إما قرره العلم وننقل عنهم نحن متطفين عليهم، قال: سل عما تعمل، لا تسل عما يفعل جل وعلا. لا يسأل عما يفعل، بما قدر، بما أمر، بما لا لا، أنت ما المأمور بك، بما أمرت، عماذا نهيت، ما الذي يدخلك الجنة، ما الذي يبعدك من النار، كيف تكسب الحسنات، كيف تقلم السيئات، كيف تتوب الله عز وجل، هذا ميدانك. فهنا معاذ إيش قال؟ قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذه الخلاصة، الخلاصة كل هذا الآن ما يقوم الناس به من عمل وأقوال وأفعال ودعوة، الخلاصة أن المسلم ماذا يريد؟ أن يدخل الجنة وينجو من النار، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. حتى رجل كان سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في صلاتك، يعني في دعائك؟ فقال: والله يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، معاذ من علماء الصحابة، كانت تكونون أدعية طويلة، ما أعرف إيش تقولون، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، ولا أدعية طويلة يقول هذه كلها، إيش خلاصتها؟ نريد ماذا؟ أن ندخل الجنة وأن ننجو من النار. فهنا معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الصحيح، وقال: دلني، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، أعظم شيء أنك تتمكن من عمل يدخلك الجنة وينجيك من النار، ولكنه قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، لأن المسلم لا حول له ولا قوة إلا بالله، والله الذي لا يعينه الله ما يستطيع حتى يسبح الله تسبيحا، كله عون من الله عز وجل، لا من حوله ولا من قوته ولا من ذكائه ولا من علمه ولا من نسبه ولا من لونه ولا من قوته ولا من صحته، وإنما هو توفيق وتيسير من الله عز وجل، يهدي من يشاء. فلذلك من أعظم الأدعية التي شرعت لنا أن نقول حتى في الصلاة نافلة كانت أو فريضة، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، فهداية من الله والتوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الأمر الجلل العظيم، توحيد الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة عمود الإسلام، وتؤتي الزكاة قرينة الصلاة، وتصوم رمضان أحد أركان الإسلام، وتحج البيت، طبعا تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذه أركان الإسلام كما في حديث بني الإسلام على خمس. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية من السيئات، وفعلا الصائم
اللي يحافظ على صيامه ينضبط في أخلاقه وتقوى الله عز وجل، لأن الله جل يقول إيش؟ لعلكم تتقون. أصلا الصيام شرع للتقوى، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوب عن المضاجع؟ لا، من السنة عند الاستدلال بالآية ألا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن بعض الناس يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجيب الآية ويستدل بها على المنبر حتى، هذا ليس من السنة. السنة عند الاستدلال بالآيات تستدل بها من غير استعاذة، واضح؟ طيب، وبعض الناس ماذا يقول؟ قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى بعد، فجعل قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي مقول القول، كأن الله قال، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فجعل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي المقول، هذا خطأ، هذا خطأ أشنع من الأول. فالسنة أن تأتي بالآية وتستدل بها من غير أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه السنة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند استدلال الآية تسمى السنة تركية، تركها النبي صلى الله عليه وسلم فنتركها، واضح؟ طيب، يقول تتجافى جنوب عن المضاجع يدعو ربهم إلى حتى بلغ يعملون، يعني آية السجدة، آيتان في السجدة، سورة السجدة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروتي سنامه؟ قلت بلى رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروته سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاكي ذاك كله، يعني مما يجمعك الخير. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وكان يستعمل إيش؟ وسائل التعليم، يعمل إشارات ويحرك ويخط خط، ها، أشياء كثيرة كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى هذه وسائل التعليم، اليوم طوروها وعملها مواد تدرس في الجامعات. النبي عليه الصلاة والسلام سبق إليها، كان يشير وكان يخط وكان يأخذ بمنكب فلان وكان ينادي فلان وكان يطرح عليه سؤال قبل أن يجيبه، وكان يناديه يا فلان ثم يقول هل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخذ بمنكبي فقال يا رسول الله، فقال يا ابن عمر كذا وكذا. أشياء كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام من وسائل التعليم يستعملها. أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن المؤاخذون بما نتكلم به، إن هل سيحاسب الله ويأخذنا على كلام نتكلم كثيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، إن هذه كلمة ثكلتك يعبر عنها عن الحسرة، ومعناها الحرفي يعني فقلتك أمك وبكت عليك، لكن ما يراد بها المعنى الحرفي أن يدعو عليه أن يموت وأمه تبكي عليه، وإنما تقال بسياق التحسر على الشخص، فثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس؟ حصائده هو الفاعل، الحصائد هو الذي يكب الناس، الناس مفعول به. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الحصيد محصلة اللسان وما يتكلم، ومن أعظم أسباب دخول النار عند أن الناس تكب على وجوههم في النار والعياذ بالله. طيب، يقول الشيخنا رحمة الله عليه، قال الشارح رحمه الله تعالى همم الصحابة رضي الله عنهم عالية، فلم يقل أخبرني بعمل أكسب فيه العشرة، بعمل أكسب فيه العشرة عشرين أو ثلاثين أو ما أشبه ذلك، بل قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، إي والله عظيم، هذه هي الحياة، أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار، هذا هو الفوز والفلاح. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولكن الحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، اللهم يسره علينا يا رب العالمين، آمين يا رب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر، قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومبني على السمح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبعثهم إلى الجهاد يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا،
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال: تعبد الله بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي ممهد ومهيئ للسير عليه. لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله فتكون كمن قال الله فيهم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. هذا وهم لم يمنوا على الله تعالى بل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. اعبد الله تعالى. هذا وهم لم يمنوا، ليس وهم، هذا وهم لم يمنوا على الله تعالى بل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. اعبد الله تعالى تذللا له ومحبة وتعظيما، فبالمحبة تفعل الطاعات وبالتعظيم تترك المعاصي. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك به شيئا، أي شيء عبادة لا تكون عبادة إلا أن تجتمع فيها الأركان، يكون فيها حب ورجاء وخوف، ويعبر أيضا التعظيم. إذا ما كانت اجتمعت فيها هذه الأركان ما تكون عبادة. رأيت لو أن شخصا يخاف من ظالم، يخاف منه لكن إيش ما يحبه، هو ليس بعابد الله، أو يحب والده أو والدته أو زوجته أو أبنائه، أو يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس عابدا له، لأنه لا يرجو ولا يخاف منه، انتبهتم؟ ولا يتذلل لمحبوبه وإن كان يحبه. لكن إذا اجتمع الذل، تذلل، التعبد مع الخوف من المعبود ورجائه، حب وخوف ورجاء وتذلل، صارت عبادة سواء لله أو لغير الله. عباد الأولياء خافون من الأولياء ولا لا؟ خافون من خوف شديد، ويرجونهم، يدعونهم، يسأله الولد والشفاء ويخاف منه لو تكلم عليه بشيء، ويحب الولي يسافر له ويشد الرحال. إذن عبده، استمع حب مع تعظيم مع خوف مع رجاء. أما لو صار خوف بدون حب ليس بعبادة، حب بلا خوف ولا رجاء ليس بعبادة. فرق بين واحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام وبين يعبد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك، وإذا أحبه من غير أن يعبده لا خوف ولا رجاء حبا هذا طاعة. حب النبي عليه الصلاة والسلام إيمان، بل لا أؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فنحب النبي عليه الصلاة والسلام في الله ولله، لكن لا نحبه كحب الله. الذي يحب المخلوق كحب الله ماذا يفعل؟ يعبده بهذا الحب، وذاك يخاف منه ويرجوه. صار فرق بين هذا وهذا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك به شيئا، أي شيء يكون، حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك. فلا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد. قوله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب أي مسائل، وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفاتهم: هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح في هذه المسألة شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم: أبواب الخير، أي مسائل الخير. ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج. ألا أدلك على أبواب الخير؟ والجواب بلى، لكن حذف للعلم به لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. قوله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يحذف الجواب للعلم به لأنه معروف. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث مشهور، لما قيل له لما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر؟ قال: رأيتم لو جعل في حرام أكان عليه وزر؟ هل قالوا بلى عليه وزر؟ ما قالوا، الحديث ما فيه، لكن معروف إنه أنهم قالوا بلى، عرفت هذا من سياق الكلام. قال: كذا كذا جعلها في حرام في حلال فله أجر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة،
أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى إنه إذا سابه أحد أو شتمه يقول إني صائم. وأما في الآخرة فهو جنة من النار يقيك من النار يوم القيامة. الله أكبر. نعم. والصوم التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة مطلقا سواء الزكاة الواجبة أم التطوع، وسواء كانت قليلة أم كثيرة. يعني الصدقة تطلع الزكاة، تطلق على الزكاة بنص القرآن، إنما الصدقات للفقراء المساكين، آية أصناف الزكاة سماها الله صدقة. وفي الحديث قال اعلموا أن الله افترض عليهم، شوف افترض، إذا هي الزكاة المفروضة، صدقة تؤخذ من أغنياء وترد في فقرائهم. لكن إذا اجتمعت كلمة زكاة وصدقة، قال زكاة ولا صدقة، تكون الزكاة المرود بها الواجبة والصدقة المرود بها المستحبة، وإلا كلمة صدقة تطلق على ما كان واجبا وما كان مستحبا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة، أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي. قوله صلى الله عليه وسلم كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا الغالب أن الماء يطفئ النار، لكن من ناحية علمية الآن في بعض النار ما تسكب عين الماء، يزيد، صح ولا لا؟ ها، يقول هذا خاصة أن الزيت المطابخ، علموا أهلكم صبيت عليه ماء انفجر سبحان الله. كذاك الغاز هذا يخمد، يقطع عنه الأكسجين يطفي، لكن الغالب أن الماء خرج مخرج الغالب، غالب الماء يطفئ النار. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه معطوفة على قوله الصدقة، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، وجوف الليل وسطه كما هو جوف الإنسان. نعم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلا أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف المؤمنين، أي أنهم لا ينامون يدعون ربهم خوفا وطمعا، إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء، ومما رزقناهم ينفقون. من هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضها، أو تكون للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل. نعم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثلاثة أشياء؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام، أي أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. قال صلى الله عليه وسلم وعموده، هنا رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، ولا الإسلام والإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ الإسلام، لم يقل والإيمان، لكن عندما انفرد الإسلام يشمل ماذا؟ يشمل الإيمان. لو اجتمع الإسلام والإيمان فهل هذا معنى ولا هذا معنى؟ أما انفرد أحدهما ولم يذكر الآخر في السياق فيشمل الاثنين. نظير هذا مثلا قوله جل وعلا فتحيوا رقبة مؤمنة، يعني مؤمنة ماذا؟ مؤمنة مسلمة. قال مؤمنة ولم يقل مسلمة، معناها مسلمة، لأنها ذكر المؤمنة ولم يذكر مسلمة، فكان هذا معنى واحد. لكن قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، لا، هنا الإسلام غير والإيمان غير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام الصلوات، والمراد بها الصلوات الخمس، وعمود الخيمة ما تقوم عليه، وإذا أزيل سقطت. قوله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه، الجهاد في سبيل الله، ذكر الجهاد أنه ذروة السنام، لأن الذروة أعلى الشيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر. قال الله تعالى
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقوله الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل، وجهاد في سبيل الله بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. هو صلى الله عليه وسلم لم يجب على الثلاثة التي سئل عنها، بل ذكر عبارة عامة فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هنا يعني كأنهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اختر الإجابة الصحيحة يا رسول الله، هذه ولا هذه ولا هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها كلها. ليس الجهاد هو لتغنم ولا لترى مكانك أو يرى مكانك ولا حمية، لا هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد. ليس من أجل الحرية ولا من أجل الديمقراطية ولا حمية ولا من أجل المشاركة في الحكم، ها، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يدلك على أن أكثر الناس ترفع شعارات جهاد وهم ليسوا على الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص بأن الذي الجهاد هو ماذا؟ ما كان لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا ما قال الله فيك. قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله، يعني الدين يعني التوحيد يكون لله، أن يعبد الله، أن يدان لله عز بالعبادة، لا أن تشارك في الحكم. هذا غلط، غلط كبير جدا. والمشكلة الناس يموتون في سبيل الديمقراطية والمشاركة في الحكم ونحو ذلك، يموت موتة واحدة هو على غير جهاد صحيح. وهذا لا يعني أن ليس ثم هناك رخصة شرعية أن الإنسان يدافع عن نفسه لو مثلا قتل. هذا حديث صحيح وصريح أنه إيش؟ رأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالك، قال: لا تعطيه مالك. قال: رأيت أن قاتل، قال: قاتله. قال: رأيت أن قتلني، قال: أنت شهيد. قال: رأيت أن قتلته، قال: هو في النار. أيضا الغريق شهيد والحريق شهيد، هذا أمر آخر. لكن ما هو الجهاد اللي اسمه جهاد في الشرع؟ جهاد لتكون كلمة الله هي العليا. كونه شهيد يدافع عن عرضه أو عن أرضه أو عن ماله، كونه غريق شهيد، كونه حريق شهيد، كونه مبطون شهيد، صاحب الهدم شهيد، المرأة تموت في ولا في وضعها لمولودها شهيدة، هذا شيء آخر. لكن ما هو الجهاد الذي دعا الله عليه جل وعلا ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما كان لتكون كلمة الله هي العليا. ومعنى كلمة الله يعني توحيد الله، كلمة الله لا إله إلا الله، هذا هو الجهاد. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا. نعم. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، أي لا تطلقه في القيل والقال. بلسان نفسه، يعني ما سحب لسان، ها، هذا لازم تفهم، ما سحب لسان معاذ وإنما لسان نفسه. نعم. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تتكلم إلا بخير. قوله: قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، الجملة خبرية لكنها استفهامية، والمعنى: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذ رضي الله عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حثا على أن يفهم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر، وهو أن تفقده أمه، وهو أن تفقده أمه، لكن المقصود بها الحث والإغراء. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى: ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك. ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر، وأنها تدل على الإغراء والحث، ولهذا خاطبه بالنداء فقال: يا معاذ. قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال.
لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف أن ملاك الأمر كف اللسان، لأن اللسان قد يقول الشرك وقد يقول الكفر وقد يقول الفحشاء، فهو ليس له حد. بارك الله فؤاد، نرجع لغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.